السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير ان شاء الله، وعيد مبارك سعيد ان شاء الله. مش متمنيتو يا ربي. اليوم غادي نحضر معكم واحد الحلوه اللي غنحضر على حساب العيد. كما قلت لكم عيد مبارك سعيد، وغادي نحضرها بارده وكتحضر بواحد السرعه. وغادي نحضر منها جوج كيلات. المهم هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج. اول حاجه عندي هنايا الكاوكاو اللي حمرتو، وخديت تقريبا النص اللي خديته وخليته بالقشور ديالو، النص اللي حيد له القشور. المهم طحنته خليته هكايا، راه شويه باقي غير تقريبا ما طحنتوش مزيان، باقي حبيبات غلاط شويه. عندي هنا العسل، وعندي هنا البسكوي اللي طحنته. يعني اي بسكوي تقدروا ديروه، غير هو يكون ناشف وما يكونش حلو بزاف. عندي هنايا بالنسبه للشوكولا، عندي هنا الشوكولا كحلة، وكذلك البيضة، شوكولا بيضة من طبيعة الحال تكون نوعية مزيانة ديال الحلوة. المهم انا غادي نخلط هاد البسكوي مع الكاوكاو على حساب نتوما الكمية اللي بغيتو ديرو. غادي نخلطهم بالعسل، وغادي ندوبو بالشكلاط الابيض والكحل. اول حاجه خديت هذه الكميه، كي قلت لكم انا خديت كميه كبيره، غير ما درتهاش كامله. غنديروا القياس ديالكم، والبسكوي كذلك درت هنا تقريبا واحد 3 البكيات ديال البسكوي. ثم انا غادي ندير تقريبا غير النص حتى نخلط ونشوف الكميه اللي بغيت انا. وكنخلطهم هنا بجوج بهم، خلطهم مزيان. صراحه هذه الحلوه البارده كتجي زوينه وكتجي مختلفة، يعني تقدر تنوعي فيها في المناسبات ديالك، وكتحضر بسرعة يعني ما تاخذش وقت كثير، خصوصا الوليدات تيبغوا الحاجة الحلوة. المهم انا غادي نبدا ندير في العسل ونخلط ونشوف شحال هيز معايا. المهم انا نخدم بيديا، مابقاش بيدك عاد يدك هي اللي كتاخذ لك العبار. غادي نخلط هادشي مزيان، تندير الخليط كما بغيتو كما كتشوفوا. واهم حاجه ملي تقطعوه بحال هكا يعني يجمع معكم، شفتوا؟ انايا خليت الكاوكاو شويه مهمش، يعني باش ملي تاكلوا ديك الحلوه تتقاو ديك اللذه ديال الكاوكاو محمره، تتعطي داك البنه زوينه فيها. قطعت شويه البسكوي غير شويه، كما قلت لكم دائما تديروا الكميه على حساب نتوما شحال بغيتوا، يعني ما ديروهاش دفعه واحده وتخلطوا كلشي في خطره، لا ديروا القياس اللي بغيتوا نتوما بشويه بشويه تجمعوها. كما كتشوفوا دابا من بعد ما جمعتو غادي نبدا ندير واحد الحريبلات صغار باش نقصو عليكم الخدمه وصافي على هذا الشكل. هذا عاد غادي نوريكم الليمون اللي غنخدم بهم.
كيف ما كتشوفوا اول حاجه درتها خديت شكلات ابيض يعني من نوعيه مزيانه درته وخديت هذا المول هذا اللي غندير ليه الشوكولا البيضاء. كما قلت لكم غناخذ هذا البانسوك او لا تاخذوا معلقه صغيره وحده فيهم ولا كان باقي عندي انا الشكلاط هنايا سخون يعني تقدروا ديروا غير الصبع ديالكم. المهم اول حاجه غناخذ واحد شويه ديال الشكلاط كما كتشوفوا اول ما نبقى نخدم كل وحده بوحده يعني طرحت لهم الشكلاط كلهم صافي. وغادي ناخذ البانسو وغادي نحاول نعمر هاد الجناب كاملين. مثلا عندي الشكلاط دابا عندي الشكلاط سخون كما قلت لكم غادي نلبس لهاد الجوانب كاملين الشكلاط باش كلشي يعمر بالشكلاط لهذا الشكل هذا. المهم انا غادي نعمر هذا المول كامل بنفس الطريقه. كتشوفوا من بعد ما درت الشكلاط في الجناب ديال البانسو وزدت شويه ديال الشكلاط دابا غادي ندخلهم المجمد يشدوا شويه ونرجع معكم باش نكملوا ان شاء الله. على ما جمد لينا الحلوه الاولى دابا غادي نوريكم الشكل الثاني. غادي نخدم ان شاء الله بهذا المول هذا اللي فايت ليا وسبق ليا خدمت معكم به رخامه بريستيج. المهم اول حاجه غادي نديروها قلت لكم غادي نخدم ان شاء الله بشكل ثاني بالشكلاط الابيض والكحل. عافاك اختي معك معلقه صغيره شكرا. اول حاجه غندير النص بالبيض كما كتشوفوا وغادي ندير النص الثاني بالكحل. كنتمنى تكون الفكره واضحه لكم. درت النص بالبيض والنص بالكحل. دابا غادي ناخذ واحد الكيردو على هذا الشكل هذا وغادي ندير خطوط ان شاء الله حتى تبرد وغادي تشوفوا الشكل كيفاش غادي يجي. نفس الطريقة غادي ندير النص بالشوكولا كحلة وغادي ندير النص بالشكلاط البيض صافي. و تناخدو الكيردو و تنديو هكا بحال الطريقة لي تنخدمو بها الملفي.
كما كتشوفوا انا كملت الشكل الثاني، نتمنى يكون واضح لكم كيفاش خدمته. دابا غادي ندخلو حتى هو الثلاجه حتى يشد في راسو ونكملو ان شاء الله. كما كتشوفوا من بعد ما شد شلات في راسو شويه خرجته من الكونجيلاتور. هو اهم حاجه هو دير شي بلاطو ولا شي حاجه فوق هاد لي مولتي سيليكون، يعني ما تلقاوش مشكل وانتم كتجبدوهم اولا كتحطوهم في الثلاجه. المهم اول حاجه غناخذو شويه ديال هاد الخليط اللي درنا، ما تخافوا منه والو راه الشكلاط شد في راسو صافي. وكنحاول ندير هاد الكاوكاو والبسكويت اللي قادينا مبسطوش بزاف غير شويه. حاولوا الا كانوا كبارين يعني تنقصوا منهم شويه، كما كتعرفوا راه غادي تكون هي الحشوه. صراحه كتجي الحشوه زوينه بزاف، تقدروا غير تجمعوهم وديروهم غير في كويرطات يجيو الحلوه، يعني ما تحتاجوا ديروا حتى شي حاجه اخرى من غيرهم. صافي غادي نعمر هاد الشي كامل. كما كتشوفوا من بعد ما كملت وعمرت كامل هادو بالحشو، صافي دابا غادي نبدا نعمر الشوكولا. نحاول نقربو ليا. كما شفتوا الحشو يعني ما شدوش، ما تفزكوش بس في الزكواش بالعسل بزاف، خصها تجي معجنه يعني ما كتجي لا علاقه مع المذاق. بالنسبه لهذا المول هذا خاصكم تحاولوا تخلوا الشكلاط يدخل لكم الداخل باش يعطينا هذاك لا فورم اللي بغينا حنايا، وياخذ لينا على حسب الموس اللي يكون دايرين حنايا. هما انا غادي نكمل على هاد الطريقه طنعمهم كاملين، وغادي نخدم ان شاء الله حتى بالشوكولا نوار طيب شكلها كحل. صراحه كيجي المذاق ولا الشكل شي حاجه اللي راقيه وزوينه. كما كتلاحظوا راه خليت هذوك الفراغات باش يهبط لينا الشكلاط في الجناب، داكشي علاش ما بسطتش بزاف الحشوه ديالنا. سبق لي خدمت معكم بالفواكه الجافه، خدمت معكم رخامه بريستيج اللي كتجي الصراحه زوينه وراقيه كما قلت لكم على حسب المناسبات وكل شيء. ان شاء الله نحاول نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، الا دخلتوا ان شاء الله عليه غادي تلقاو فيه الرابط ديال خامة بريستيج اللي هي زوينه وشي حاجه اللي راقيه خصوصا بهذيك الفواكه الجافه كتعطي منظر ولا الشكل ديالها زوين بزاف. وما شفتوا انا كملت الكميه اللي عندي وصافي غادي ندخلها كونجيلاتور حتى تشد في راسها، ونكملو ان شاء الله مع الشكل الثاني اللي غيكون حتى هو برد. ما شفتو راه ما كتاخذش هاد الحلوه وقت كثير، وقت يعني قليل. المهم انا غندخلها الكونجيلاتور كما قلت لكم ونجيب بالشكل الثاني باش نكملو ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا من بعد ما دخلت الشكل الاول دخلته يبرد، هذا هو الشكل الثاني كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. ان شاء الله ملي غادي نجبدو غادي تشوفوا الشكل ديالو الاخر، كيجي رائع الصراحه كيجي زوين بزاف. المهم دابا غادي نشدو الحشوه ديالنا صافي، وغادي نبدا نعمر في هذا المكان هكا خاوي. كما عمرتو كيما مزيان
تجي زوينه الصراحه وسهله في التحضير. كما سبق لي قلت لكم راه انا ما بغيتش نعلك هذه الحشوه بزاف، يعني انت تجي حلوه بزاف وكتجي حتى المذاق ديالها تيمشي داك المذاق ديال الكاوكاو. غادي نحاول نصوب هذا الكاوكاو كامل في هذه الاماكن الفارغه هكا عاد ان شاء الله غادي نغطيوها. كيف ما شفتوا انايا كملت الخدمه ديال هذه الحلوه على حساب الكاوكاو كما قلت لكم. كما قلت لكم دابا كملت الخدمه ديال الكاوكاو، خديت واحد المعلقه صغيره يعني بحال اللي كديروا بها الفينيسيون. فينيسيون ضروري باش ما يبقاش عندكم شي جهه طالعه ولا شي جهه هابطه. المهم الا بغيتو تعمروهم حتى للفوق كما غنوريكم على هذا الشكل هذا بالكاوكاو بالخليط ديالنا، اولا تعمروهم بالشوكولا بزاف وديروا الخليط غير قليل. المهم علينا دابا الطبقه الاخيره غنديرها بالشوكولاته ديال كما كتشوفوا. كتبقى هاد الطبقه الفوقانيه كتبقى غير كتبقى يعني سطحيه، تقدروا ديروا غير شويه شكلاط، ما تحتاجوش ديروا شكلاط كثير بزاف. ما شفتوا انا درت فيه جوج الالوان، درت الكحل والابيض. درت الكحل والابيض كما قلت لكم صافي. غنحاول نسرحو مازال غادي نقادو ان شاء الله. ما يبقاوش الفراغات عندنا هنايا، نحاول نعمر كاع الجوانب وفي الاخر غادي نحاول نقاد كل شيء. دابا غادي ندير الشكل الكحل نفس الشيء باش يجي عندنا داك الشيء. كما كتشوفوا انا خرجتهم من الثلاجه يجوا على هذا الشكل هذا، كيجيو زوينين وراقيين حتى في الشكل ديالهم. شنو غادي نخرجهم كاملين حتى لو بقى لكم هذا الزائد هكا في الجناب تتحيدوه بسهوله. كيف ما كتشوفوا من بعد ما تجمدت لينا هذه الحلوه حتى هي غادي نجبدوها. كيف ما كتشوفوا راه كتجبد بسهوله. حتى الشكل راه كيجي زوين كيف ما شفتوا الشكل كيفاش كيجي، يجي زوين وراقي. هادو يدرسهم انتوما كيجي الصراحه زوين. اما غادي نكمل على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا انا بديت كنزوق في هذا الشكل هذا على هذا الشكل هذا. المهم غادي ناخذو شويه الشكلاط الكحل، ناخذو غير شويه كيما شفتو غناخذو غير شويه بحال هكا. وخديت الكاوكاو اللي محمر ومهرمش وغادي ندير هاد الراس هنايا في الكاوكاو. صراحه كيجي زوين وتيجي راقي.
كيجي على هذا الشكل هذا، كنتمنى يعجبكم صراحه. كيجي يجي زوين وكيجي مختلف، وما غنكمل على هذه الطريقه اللي عندي. وخدمت حتى الشكل اخر بالشكل الكحل، باقا مازال ما وريتوش لكم. هذا هو هذا، كيجي على هذا الشكل هذا كاختلاف وصافي. بالنسبه للالوان ما نفس الخدمه، خدمت بها الشكل الكبير، خدمت بها بالشكل الكحل. انتوما كما قلت لكم انا غادي نخلي هاد الشكل هذا غير هكا، ما غندير ليه حتى شي اضافه. ولا بغيتو كتقدروا ديروا ليه البريو صافي وكتخليه، المهم على حسب الرغبه ولا اللي بغيتو نتوما. كما قلت لكم انا غنكمل هذاك بالكاوكاو وغنحيد هذا ونرجع معكم ان شاء الله في الشكل النهائي ديال هاد الحليوات اللي درنا كاملين. كما شفتوا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، كتجي على هذا الشكل هذا. الصراحه كتجي زوينه وراقيه وكتطلق بجميع المناسبات، يعني اي مناسبه تقدروا تحضروها وكتحضر بسرعه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. وحضرت كذلك هذه الحليوات واخا ما شاركتوش معكم في القناه، بالنسبه للفقره اللي فايته دايره معكم في القناه غادي نخليها لكم ان شاء الله في صندوق الفوق الوصف. وحضرت هاد الورطه هادي اللي تجي زوينه ومنسمه، كذلك حضرت هاد الهلال ان شاء الله غادي نحضره معكم ان شاء الله في القناه. مبروك العيد ديالكم، كنتمنى ان شاء الله يدخل عليكم الصحه والسلامه باش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي. وكاع الناس اللي عاد دخلوا القناه ديالي كنتمنى تابوناو فيها وديروا جيم وتفعلوا الجرس. ومبروك عيدكم مره ثانيه، والسلام عليكم الى فيديو جاي.